كما أكد رئيس مجلس النواب أن سعي القيادة السياسية الحثيث ما زال متواصلا للعمل على إنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين، مثمنا جهود الرئيس السيسي ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلا للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، ونحن في هذا المقام نثمن مجددا جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء،